في الباب الرابع من الكتاب بتاعنا أودو فورتين للمبتدئين بنتكلم عن معمارية MVC بتوسع زيادة. الكلام ده لو انت ما مهتم بالنظري ممكن ما تحضر الفيديو ده وما تقرأ الباب ده اذا عايز تشتغل عملي بس، لكن ده بديك مفاهيم اوسع عشان تقدر تبرمج بصورة احسن. ف MVC هي معمارية مش مستخدمة في أودو بس، شائعة مستخدمة في لارافيل وفي ديجانجو وفي ASP.NET وفي كثير من الفريم ويركس موجودة مستخدمة هذه المعمارية، فهي معمارية شائعة الاستخدام، بنستخدمها في تطوير واجهات المستخدم وتقسيم التطبيق إلى 3 أجزاء منفصلة. ده بيسهل في إعادة استخدام الكود، يعني عندك جزء اللي هي MVC اختصار لكلمة Model View Controller، فال3 أجزاء دي كل جزء بيعمل شغل معين مع بعض بيكملوا التطبيق الواحد. فالمكونات الموديل بالعربي النموذج الكنترولر المتحكم والفيو اللي هو بيعرض للمستخدم العارض، وبلقى انه النموذج مرتبط بطبقة البيانات في طبقات الأودو بتاعتنا، والمتحكم هو اللي بيربط بين البيانات وبين العرض، فالعارض موجود في او مرتبط بواجهة المستخدم. لو جيت اعرف بتفصيل اكثر النموذج بقول النموذج مخصص للتعامل مع البيانات، يعني قواعد البيانات، الجزء اللي بيرسل البيانات لقواعد البيانات يسجل يحفظ لك معلوماتك في تيبل معينة او في قاعدة بيانات معينة هو النموذج. ولو انت عايز معلومات من قاعدة البيانات برضو اللي بيرجع عليك اللي بيعمل لك استرداد للبيانات دي ايضا هو النموذج، يبقى هو وسيط بين باقي التطبيق وبين قاعدة البيانات، مسؤول عنها مسؤولية تماما، زي ما حنشوف لقدام في البرمجة انه احنا لو عايزين ننشئ اي تيبل بنستخدم الموديل او النموذج في الكلام ده. طيب كيف بيعرض البيانات وكيف بيحفظ البيانات عبر المتحكم؟ المتحكم هو اللي بديه الاوامر، بدي الاوامر للنموذج بيرسل له ويقول له احنا عايزينك تعمل ابديت للحاجة دي للداتا الفلانية او تدينا البيانات الفلانية. فمثلا المستخدم يمكن للمستخدم استرداد معلومات من قاعدة البيانات ويقوم بمعالجتها ويحفظ التعديل على قاعدة البيانات. فالمستخدم بتجيه المعلومات استرداد البيانات بتجيه من النموذج عبر النموذج، وبعد ما يعدل وعايز يحفظ برضه بيرسل النموذج، النموذج هو اللي بيحفظه وين في قاعدة البيانات. بالنسبة للعارض هو شغال مع واجهة المستخدم مع اليوزر الاند يوزر، فبتم استخدام العارض عشان اي حاجة عايز تصهيرة لواجهة في واجهة المستخدم بيقوم بها العارض. يعني الان لما تفتح اودو وتجيك الابليكيشن ظاهرة في البراوزر في المتصفح العرض لك الحاجة دي هو الفيو العارض الفيو او العرض، فالعرض يصهر كل مكونات واجهة المستخدم، يصهر لك الايقونات، يصهر لك التشيك بوكس مثلا مربعات النص، القوائم، الصور، القوائم المنسدلة، كل الحاجات دي بيقوم بإظهارها لك من العارض فيو. يبقى انت بعدين لما تيجي تكتب في البرامج في البرمجة اي حاجة متعلقة بالإظهار بتكون في العارض، فكل الحاجات اللي بيتعامل معها المستخدم النهائي اللي بتظهر لك في واجهة المستخدم في أودو بيكون قام بها مين؟ قام بها العارض. المتحكم هو وسيط بين مثلا النموذج وبين العارض لمعالجة جميع الأعمال والطلبات. الطلبات مين اللي بيقدم الطلبات؟ غالبا المستخدم. المستخدم هو بيفتح واجهة المستخدم، لما تعمل كليك مثلا زي ما شفنا في واجهة المستخدم لو عملت كليك على انستول السيلز تطبيق المبيعات، فالكليك دي امر من المستخدم بتمشي لليمين بتمشي للمتحكم. المتحكم بيتصله معلومة انه المستخدم ده عايز يثبت او عايز يعمل انستول لبرنامج المبيعات، فيقوم المتحكم بدي اشعار او يرسل معلومة للموديل النموذج انه نحن عايزين نثبت الانستول. النموذج بيكون عنده المخزن بنزل البرنامج،
وبيحفظ بيانات البرنامج وين في الداتابيز الحالي الفاتح قاعدة البيانات. فكل حاجة متعلقة بالبيانات بترسل للنموذج، والنموذج لما يجي الأمر من المتحكم بعد ما ينجز المطلوب منه بيرسل للعارض إنه الحاجة اللي قال المتحكم نحن عملناها، فالعارض بيمشي يشيل من النموذج البيانات ويعرضها للمستخدم النهائي. هنا باختصار التفاصيل مع الصورة دي، اللي هو أول حاجة المستخدم بيعمل طلب للعارض، العارض بيرسل للمتحكم الطلب اليوزر، النماذج بتحصل على الطلبات من المتحكم، والنموذج ينفذ الطلب الجاو من المتحكم يقوم بتنفيذه ويدي خبر للعارض إن التنفيذ تم والبيانات تم تحديثها، يقوم العارض يمشي أو يحصل على البيانات من النموذج وتظهر للمستخدم النهائي زي الشكل ده بالتفصيل. مثلا انت فتحت الأودو جاتك واجهة المستخدم ده، أي كليك أي شغل بتعمله، فتحت السيلز وعايز تدخل داتا، فبيجي إشعار للمتحكم إنه أنا عايز أعمل أدخل الداتا الفلانية، فالمتحكم بيرسل الطلب للنموذج إنه إحنا عايزين نخزن بيانات في المبيعات، النموذج بيخزن البيانات في الداتابيز ويرسل خبر للفيو إنه تم التحديث، فالفيو بياخد البيانات من الموديل ويعرضها للمستخدم مرة تانية في الشاشة. ده باختصار عمل معمارية الـ MVC في أودو.